ما حكم صلاة الفريضة بانتظام وترك السنن؟ لا بأس بذلك وأنت محروم من أجر السنن، لكن لا تعذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل فقال: ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.